لو تحب شيء وتحلم بيه أسعى لخاطرة ودير أقصى ما في جهدك باش تحققه، وتذكر إن كل شيء بدأ بفكرة، ما في شيء اسمه مستحيل. ما تسمعش الناس السلبيين اللي يحبطوك، جاهلهم وخليك مصر لأنك توصل مهما كان المشوار طويل. واجهتك مشاكل، حاصرتك هموم الحياة، عمرك ما تستسلم وتخلي اليأس عائق للوصول لحلمك. صمم وخليك عنيد وأوثق في نفسك، وحاول مرة واثنين وثلاثة وأوقف من جديد. المهم ما تموتش قبل وقتك. في ناس هلبة زيك ما ساعدتهمش الظروف يوصلوا لجزء صغير من أحلامهم، لكن في المقابل في اللي قدروا وكملوا ونجحوا لأنهم باختصار ما استسلموش. النوع هذا من الناس حقهم علينا ندعموهم، نوقفوا جنبهم ونشجعوهم ونحكوا قصتهم. كاميراتنا بدت تسجل. فالشخص اللي مفروض يكون قدوة لهالبناس، قاعدين يتابعوا فيه من بعيد وهو منسجم في عمله. في الوقت اللي كنت نجهز فيه في نفسي وبنمشي له، يلا نشوفوا مع بعض شن صار. السلام عليكم. نهارك مبارك. وش نهارك؟ كيف الاخبار؟ مدرس السياره هنا. اه مدرس السياره هنا. اه يا حطها هون. وين درست هنا؟ باه مدرس تاخذ عليها، ياخذ عليها البلديه بجني. باه توصلها، ما فيش مشكله. باهي باهي باه. شن الامور؟ شنو الاخبار؟ والله الحمد لله صح. ماشي الامور و... ماشي الحمد لله. زعما تجي السياره هنا هي؟ ايه دي ما ظنيتش تجي فيها الضيقه. جيت أنا صغير. ها؟ كان صغير جيت. والله ماني عارف جي ولا ما تجيش. جيت أنا صغير. شنو الأمور؟ والله الحمد لله صحيح. أخبار طيبة؟ والله لا تمام. احنا تو بنديروا معك حوار تلفزيوني باهي؟ إن شاء الله. شجعوك كي وبنديروا معك حوار تلفزيوني. طبعا حاولت نهدرز معاه، لكن لقيت لاهي في عمله، فقلت له بنديروا حوار تلفزيوني ووافق على طول. أول حاجة السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا بنفسك حاج والاسم الكريم قبل. أهلا وسهلا. اسمك الكريم؟ عادل الدباشي. عادل الدباشي. عادل الدباشي من سكان طرابلس هنا. ايه ان شاء الله. الشغل هنا ليك هلبة. ايه. قديش ليك تشتغل؟ 8 سنين. 8 سنوات تشتغل. ايه. من غير السنين اللي قبل ال 17 براي. تشتغل هنايا؟ ايه هنايا. تشتغل تغسل ولا نغسل. حارس؟ لا نغسل. تغسل بس في السيارة؟ ايه تو حارس بس. ايه وتغسل؟ ايه تو شارع واحد. باهي كويسة الأمور تمام. والله بإذن الله إن شاء الله. قصدي يعني فاهي فيها مدخول ولا؟ ما مدش فيده وخلاص. لا الحمد لله على كل شيء. قصدي انت الشغل هنايا موجود يعني يكفيك يعني كويس؟ الحمد لله. في سيارات تجي درس ديما و... الحمد لله. معروف انت في المنطقه هنايا؟ في هلبا يشوف يغسلوا. عندي زباين تاع الكاكين كلهم يغسلوا عندي ما شاء الله. باه ذهب نصهم يعطوا فيه بالمفاتيح السياره، ما فيش مشكلة، الأمانات كلها محفوظة، كل شيء فصل. بارك الله فيك. باهي أنت تسكن من سكان المدينة القديمة هنا؟ إيه نسكن بباب جديد. إيه. متجوز أنت؟ إيه إن شاء الله. عندك صغيرة؟ إيه أكيد. إيه. قديش عندك واحد؟ عندي ثلاثة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظهم. يحفظنا ليه بياليهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شن تشتغل أنت من غير الشغل هوا؟ ما فيش والله شغل. ما اشتغلتش قبل؟ لا لا. في الدولة ما اشتغلتش. من الجيش طلعت من 92 ما عادش خدمت. خدمت تخدم هنا؟ من 92 وأنا نغسل في السيارة. 92 وأنا نغسل في السيارة. ما حاولتش انت تدير شغل على يوم؟ ما فيش ما لقيناش. كيف من اي ناحيه؟ طول المده هذه اللي فاتت ولينا الجيش قالوا فوق ال 50. لا كم عمرك انت؟ عمري 54. ما شاء الله. ان شاء الله العمر كله ان شاء الله. قصدي انت ما حاولتش تدير مشروع لعمرك
قصدي باش تريح روحك شويه مثلا ولا تطور. ما فكرتش مشاريع تبي ميزانيه وميزانيات ما صح تو في جاي عام هذا لا خاصه بالصالح. ايه ايه يعني ما ازمه كلها العام هذه. باي كيف تدير انت لما يكون الجو مثلا صقع ولا الجو في ما تصيفش؟ ما في جي هنايا اللي يعرفوني اللي نغسل لهم يعطوا فيا. قصدي انت في الصقع كيف تخدم يعني؟ بالصقع مطر وفي ما نخدمش ما نحصلش في سيارات غسيل. ما كيف تخدم؟ لكن اللي نغسل لهم يعطوا فيا يعني. اه بتوقف هنا في المحطه درس هنا ودير هنا وحاجه زي هيك. اليوم اللي ما نخدمش فيه تعال عشرة خمسة تمام نروح بمصروفي 30 35 40 مساد الحوش وخلاص باين الحمد لله. عندك صغيره يقروا انت؟ ايه ان شاء الله واحد منهم ما شاء الله. وينه؟ تعال يا بطل هذا ولدك ما شاء الله. ولدي ان شاء الله ربي يحفظه. كيف حالك؟ حبيبي يا ليم ان شاء الله. شو الاخبار؟ شنو الامور؟ شنو اسمك انت؟ محمد. محمد شنو تعاون في بوك هنا يا باهي دي يخدم معك ديما ولا؟ يخدم انت ما فيش مدرسه. شنو قرايتك؟ 100 100 باهي تنجح ناجح ولا الامور تمام؟ عند هذا الكبير ان شاء الله؟ ان شاء الله. وعندك ثانيين صغيرين يقروا. وين تقرا انت؟ في المجد. من يرفع فيه المجد؟ هذا كل يوم ياخذ 15 جنيه. كيف كل يوم؟ 15. علاش؟ مواصلات وفطور. كل يوم تعطي فيه 15 جنيه؟ 15. بلاش ما توصلاش انت؟ ما عنديش باش نوصل. ما عنديش باش نوصل. ما حاولتش انت باش؟ ما فيش. ما عندكش باش توصل 15 جنيه كل يوم ماشي جاي؟ وباهي شنو مدايرين؟ باهي يعني ما باهي لما تكون في زي ما قلت لك شتاء ما فيش غسيل سياره، باهي في الشمس يعني في النوى ايامات الصيف. ايه لما تكون الشمس باهي انت وصلت بحراره 46 الصيف اللي بعد. لا حول ولا قوه. سيارات ولا 46 حراره. ما يوليش عليك هواي حاجه. ما هكي اللي يجي من ربي مقبول، اللي يجي من ربي مقبول. والله قصدي انت حتى المرض لما واحد يمرض راه مرات ربي يفكر. اكيد اكيد المرض راه درس للانسان مهما يكون. صحه ديما صحه معناتها ربي ينسيك. المرض ربي يمتحن به. ايوه فما انت باهي ونعمه. انت تو استاذ عادل انت تو لما قلت لي نختم بيوميه يعني يوميا 35 والصغار 15 باهي افترضنا ان ربي يعطيك الصحه يوم ما تشتغلش يوم ما خدمتش نبدا في الحوش. والله ما فيش مورد ثاني بكل. ما فيش والله ما فيش. ما حاولتش انت تدير حاجه يعني فكرت حتى في مستقبل الصغار انك تدير لهم ما معاش ضماني تخدم؟ قدمت في الدوله في معاش ضمان حاجه زي حتى فلوس الجيش 15 عام خدمهم ما خدتهمش باهي من فلوس. ما عندكش معاش ضمان ولا شيء؟ ما عنديش والله ما عنديش. ما مشيتش شفت باهي ما قدمتش في عمل حكومي؟ مشينا قال لك برا اخدم 10 سنين ثانيات بعد ال 60 تعال نديروا لك الضمان. باهي عمل حكومي من غير ضمان يعني مشيت شفت عمل حكومي قدمتش؟ ما فيش ما حصلتش بكره. البرج قداش قعدت فيه الاوراقي البرج بتاعك؟ قريب 3 شهور قاعد ما داروا لك شيء؟ دات العماد وراقي حتى هم بننظف راه نظاف شيء ولا يدخلوا في اللي يبوه هم واحنا لا. انت حاول تاخذ مثلا زي تاكسي مثلا زي هذه تدير تاخذ تاكسي زي هذه تخدم عليها وترفع عليها الصغار مثلا. هو احنا المصروف يومي يا استاذي ما فيش قصدي ايراد تاخذ تاكسي مثلا تخدم عليها ايراد على الاقل تستريح ولا ما حصلتش؟ ما فيش ما فيش باش بكل ولا قدر ربي يصير نقدروا نتمشوا مع بعضنا هيك ونصوروا عادي ما فيش مشكلة. يدعوكم سوق الشاطر للسلع التموينية والأساسية ومستلزمة المقاهي والمطاعم لزيارته بمكانه في البيفي طريق البعيش والذي يفتح أبوابه لمتعة التسوق لكل احتياجات الأسرة من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً. مرافق متكاملة تجدون كل ما هو جديد من جميع الأصناف وبأسعار منافسة، كما نتعامل بكافة وسائل الدفع وبنفس سعر الكاش. خليك شاطر وجرب التسوق مع الشاطر. وللمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الأرقام الآتية والبريد الإلكتروني سوق الشاطر خليك شاطر. مستريح انت هنا عادل؟ والله ان شاء الله. قصدي ما فيش مشاكل؟ ما فيش من يضايق فيك يعني؟ مشاكل لا الدوريات الواحد كلهم يعرفوني هنا. قصدي ماشي اي أمور. حاجه اي مشكله تعال تعال محمد تعال تعال مع ابوك يا ودي تعال خيرك يفزع طول امه تعال. قصدي الامور تمام يعني ما والله ان شاء الله ومستريح يعني ايه.
الامور. انت شنو قلت لي مبكري مش عارف شنو؟ والله قلت لك الحوش حتى الحوش متعبني خير السنين قطر هلبة حوش ايه بس قفلوه ويشور شرال عمره 200 عام الحوش عمره 200 عام السقف السقف عمره 200 عام مره الحوش قديش عمره؟ عمره حتى واكثر ما شاء الله ما حاولتش تصينه ولا دينا والله اللي نحصل بالقرش نحط فيه بتحصل بيه تصرف فيه نصرف فيه على الحوش تبقى حاول تدير جمعية تدير حاجة باك باش تكون مستقبلك بيها على الأقل تاخذ حاجة يعني هي تبدأ تخدم عليك حاجة المفروض هيك لكن ما فيش دخل يومي مضمون ما فيش ايه كان في دخل يومي مضمون تدير حاجة طبعا شكرا لك عادل انك اليوم كنت معنا ضيف في برنامج اسمه رزاق توساق برنامج رزاق توساق طبعا احنا عادل اخذنا عليك معلومات حوالي من قريب من 10 ايام شفناك كيف تخدم كيف يعني تغسل وقعدنا نساله عليك ولقيناك رجل يعني معاصر انك تخدم وقدوه للشباب وقدوه لاي شخص انه يدور على لقمه العيش الحلال نعم من ربي ايوه هذا انت 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 الاشخاص اللي يدوروا لقمه العيش الحلال طبعا انت مؤمن بالله عز وجل لا اله الا الله ربي لما يرزق شخص يرزقه من سبع سماء ولما يجيب له ربي رزق من حيث لا يحتسب انت رزق اليوم جابه لك طبعا برنامج رزاق توساق كان سبب لا اكثر ولا اقل في هذا الرزق جابه لك لي ربي ورزقك اللي هو السياره هي السياره هي هذه السياره هذه السياره اللي كنت يا ودي يا شيخ خل بالي هذه السياره اللي كنت هذه السياره اللي كنت وهذه المؤمن سياره مش تخدم عليها هذه ملكك شارينا من ربي شارينا لك انت ان شاء الله ربي يبارك لك فيها ان شاء الله اخدم سيارة وإن شاء الله ربي يبارك لك فيها من الجميل أن ترى الفرحة والسعادة في وجوه أراقتها مشاغل الحياة فلا تنسى أن السعادة لا تهبط عليك من السماء بل أنت من يزرعها في الأرض ياما قلنا علاش الدنيا ديما معاندتنا وياما جاي أوقات لمنا فيها أنفسنا بالك حنين اللي قصرنا لكن ما تحسبها فكر فيها واحسبها زي ما صاحبنا عادل حسبها وعلمنا اليوم كيف تكون فخور بنفسك مهما كان نوع شغلك والأهم من هيك لما ظنك بالله يكون حسن أكيد مش راح يخيب ظنك ولا يتخلى عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.